حسن علي إبراهيم الشامسي صاحب مناحل حسن الشامسي. بدايتي كانت في تربية النحل بسيطة للإنتاج البيت فقط، وبعدين اتطورنا والحمد لله وانتجنا في السوق المحلي. الإنتاج اللي كنا ننتجه من عسل السمر والسدر والغاف والشريش والقرم والأعشاب في مواسم الأمطار والحمد لله، وهذا كان يعني إنتاجنا من العسل، ومستمرين اللهم لك الحمد والشكر في هذا المجال. العسل ينقسم إلى قسمين، القسم العلاجي وهو عالي البكتيريا من السدر والسمر، والقسم الثاني الغذائي اللي يكون عالي البروتين مثل عسل الغاف يكون عالي البروتين. بعد الفحوصات بينت أن العسل الغاف من أكثر البروتينات الموجودة، وبعض الأعسال يعني تم فحصها ومفيدة للكلى ومفيدة لأشياء ثانية، وسبحان الله الإنسان ساعات يناسب هذا العسل وما يناسب العسل الثاني.